بين وانطلق وانطلق، ولحسن حظ ابناء سامي الجابر ان هذه الكره مرت جانبيه. اوه خطيره، كره مره اخرى لمصلحه نيفاز. نيفاز ينطلق هذه المره من جانب الجهه اليسرى، وكره خطيره وهدف. اوه الهدف والتعادل، هاجمه بهجمه ناصر الشمراني، هاجمه بهجمه ناصر الشمراني وتهتز المدرجات. هجمة مضادة معاكسة، وبكل ذكاء من نيفاز لم يريد أن يسدد هو وبشكل شخصي في مرمى فريق النصر، وفضل أن يفتح في الوقت الذي كان في تفوق عددي من جانب فريق الهلال، وهدف التعادل هدف مقابل هدف. المباراة تبعث من جديد. ناصر الشمراني يرد بعد التغييرات الكبيرة والضغط الكبير في الهجوم الذي فرضه شو بكل ذكاء. ناصر الشمراني رغم التغطية من هنالك من خالد الغامدي إلى أنه تمكن من معادلة النتيجة. نعود إلى نقطة البداية في هذه اللحظات، نعود إلى نقطة البداية.